تفضلوا عم اسمعكم. انا راح احكي. اعتبرتوني خاين وعم بشتغل مع المجرم ارصوي، مع انه عملت هالشي مشان انقذ ابن اختي. اجا ميماتي وخنقني من رقبتي وصار يقول عني اني خاين، معه حق بهالشي. كنت بعمل مثله، لو كنت محله وسمعت بهيك شي كنت بعمل مثله. اما اخونا عبد الحي هالجزار حميد صاحبه، رفيق الروح بالروح من ايام زمان، بس ما عم يخبرنا عن محله. هلا نحن شو منقول عن اخونا هاد؟ نقول خاين؟ منقول ما عم يساعدنا؟ شو منقول؟ انا قلت قدام اخي مراد الحكي من قبل، اكيد ما في بيناتنا خاين، وبحب عبد الحي مثل ابن اخي يلي من دمي، ومثل ماني متاكد انه ما بيخوننا متاكد انه رح يساعدنا. ما بعرف ليش نحن اساسا عم نحكي هالحكي، في وجع بالنص وفي دم، في تار لازم يتاخد، والزلم اللي عم تحكوا عنه ما نؤاغا، زلم سافل، واحد مجرم ما عنده ضمير. يمكن يكون في بينه وبين عبد الحي حقوق بالماضي، كلنا كان لنا هيك علاقات، بس الماضي بيضل ماضي. بدل ما تيجوا تحكوا معي هذا الحكي فيكن تروحوا تلحقوا الزلمة. هذا الزلمة صديقي من زمان، وهو مدان بيروحه إلي وأنا مدان بيروحي إله، بس أنا ما بحب يلي عم يعمله وما بقدر اللي عمله كمان. هذا الزلمة لا متخبي ولا متخفي، واعد بمكان باسطنبول. هلأ إذا بعرف عنوانه ما بقلكن ياه. شو بدكن مني أكتر من هيك؟ يمكن الناس اللي هون كان بدهم يسمعوا هذا الشي من تمك. لا، بدي منه أكتر من هيك. عم بتقول ما بتعرف محله، أنا مصدقك، بس صار من واجبك إنك تعرف محله، لأنه هذا المجرم وقعكم بالفخ، وكرمال خاطرك أخي مراد سامح وما قتلك رفيقك. ذو الفقار أغا، أنا بحترم ألمك، بعتبر وجعكن وجعي، بس ما حدا منا اتهمك بشي، لأنه في بينك وبين إرصوي علاقة من قبل. ما حدا طلب منك إنك تمسك إرصوي أولوبيه وتجيبه لعنا مشان نقتله. بس أنا كنت بجيبه. عبد الحي، أنت مو قلت بتعتبر وجعك وجعي؟ غلطان كتير بهالحكي. وجعي هو وجعي، وجع ذو الفقار هو وجع ذو الفقار، وصداقتك هي صداقتك إلك أنت، بس من واجب الصديق مشاركته بوجع صديقه. أنت صديق ولا عدو؟ عود عبد الحي. معلم ما في شيء، اقعد من شانه. عبد الحي اقعد. من الاخر خبرنا، هذا الزلمه ماسك عليك شيء ولاوي دراعك؟ عندك شي مخبيه؟ احكينا لنعرف. هلا لا محبتنا إلك رح تنقص ولا غضبنا منك رح يزيد، مو عيب ها؟ مانو ماسك علي شي، هذا الزلمة انقذ حياتي وانا سددت له هذا الدين وانقذت له حياته كمان. ايه خلص لكان سددت له دينك. لما بعد إرصوي حميد كان قتلنا كلنا لو بده، وأنا اتدخلت مشان تنتهي هالشغلة ويوقف الدم. ما حدا سمع مني، وهلأ عم تتهموني إلي وعم تتهموا حميد كمان. هذا الدم بيوقف لما مناخد بتارنا، ما بيوقف بطريقة تانية، وعم تدافع عن هذا السافل من دون أي خجل.
القبض على مدار. انت هون بيصدر القرار، القصة عندك، يا اما نحن يا اما عبد الحي. شو رايك ذو الفقار اغا؟ السيف هلا بايدك، انت بتقول يلي بدك تقوله. ابراهيم تعرفوني، انا عبد الحي ما بحبه، بس هي شغله تانية، شغله ما لها علاقه لا بالحب ولا بالكره. ميماتي ميماتي